الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. وتقدم الكلام عن هذا، والمؤلف رحمه الله ذكر مدة المسح، وهذا ما عليه جمهور العلماء من أن المسح يتقيد بمدة، لا يجوز أن يمسح إلا فيها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المسح لا يتقيد بمدة، بمعنى أنه يجوز له أن يمسح ولو كان تجاوز هذه المدة. ومن أهل العلم من يرى أن المدة في حال غير الضرورة، أما إذا كان ضرورة فإنه في الضرورة لا يتقيد بمدة. هذا ما ذهب إليه العلماء رحمه الله في هذه المسألة في توقيت مدة المسح. وما جاء عن عمر والحديث أنس أيضا محمول حمله على الضرورة. عمر رضي الله تعالى عنه له قول أن مدة المسح لا تتوقت، وكذا بأنه يمسح ما شاء. وجاء في ذلك حديث عن عمارة بن رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح يوم، قال نعم، يومين ويومين، قال نعم، قال 3، قال وما شئت. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح فوق 3 أيام، ولم يقيد ذلك بسفر ولا بغيره، فحملوه على الضرورة. فالمسألة فيها 3 أقوال: الجمهور على ما دل عليه حديث عوف بن مالك وحديث علي وحديث صفوان بن عسال من تقييد المسح ب3 أيام بلياليها للمسافر ويوما وبتقييده يوما وليلة للمقيم. قال رحمه الله بعد أن ذكر ما جرى عليه الجمهور، قال: فولو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. يعني في هذه الصور الثلاثة لا يزيد على مسح مقيم. والسبب في هذا أنه الأصل واليقين، ولذلك علل الحكم بأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه، ولذلك قصروه على اليقين وهو أقل مدة المسح. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسح فيما إذا كان مقيما وسافر ينتقل من مسح مقيم إلى مسح مسافر عملا بالرخصة، وإذا كان مسافر ثم بقي من مدة المقيم شيء أمضاه مسحا، وإلا فإنه يقطع المسح ويبتدئ الغسل. وقوله أو شك في ابتداء المسح لأن ما زاد على الشك فإنه يطرح ولا يزول الشك باليقين. قال رحمه الله: وإذا الخلاصة أنه إن كان بدأ مسح مسافر ثم أقام فمسح مقيم، إن شك في المدة فمسح مقيم كما ذكر المؤلف رحمه الله. أما إن مسح في إقامة ثم سافر وكان قد بقي من المدة شيء، فإنه ينتقل من مسح مقيم إلى مسح مسافر. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف. هذا بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف. قال: يجب مسح أكثر أعلى الخف. فهم منه أنه لا يجب الاستيعاب، بل الواجب هو مسح الأكثر، فيضع يده على مقدم قدمه ثم يسحبها إلى ساقه. ولو عكس الأمر في هذا يسير، وقد جاء فيه حديث عن المغيرة بن شعبة في صفة المسح، إلا أنه لا يثبت.
المقصود أن المذهب في هذا أن المجزئ في مسح الخفين هو مسح الأكثر، والمسألة فيها عدة أقوال. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجب استيعاب الخف مسحا ولا يجزئ الأكثر، وهذا مذهب المالكية. والقول الثالث أنه يجزئ مسح إصبعين أو ثلاثة أو إصبع، وهذا مذهب الحنفية. فالأقوال في ذلك على هذا النحو من الاختلاف. وقوله رحمه الله والصواب أنه يمسح ما يصدق عليه المسح من أعلى الخف، سواء كان الأكثر أو الأغلب، لكن الاستيعاب لا دليل عليه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. لا سيما أن الاتفاق منعقد على أنه لا يجب مسح أسفل الخف، فلو صلى دون مسح أسفل الخف صح مسحه. وقيل لا إجماع في ذلك، بل الخلاف محفوظ. فالمالكية يرون وجوب مسح الأعلى والأسفل من الخف، لكنهم يقولون إن مسح الأعلى وانقضى وقت الصلاة أجزأه المسح، وإن كان في وقت الصلاة وجب عليه الإعادة، يمسح الأعلى والأسفل ويعيد. والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية من أن المشروع مسح الأعلى دون الأسفل، لما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولهذا يكون المسح في الأعلى. وقد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال بعد أن ذكر هذه المقدمة: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فدل ذلك على أن المسح إنما يكون على ظاهر الخفين. ولهذا يقول المؤلف: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لا يجزئ يعني لا يجزئ الاقتصار على مسح الأسفل، لأنه مسح خلاف ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يسن أي ولا يطلب شرعا، فلا يجزئ ولا يسن. وما ذهب إليه رحمه الله هو الذي دلت عليه السنة، وما ذكروه من مسح أسفل الخف لا دليل عليه. قال رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل، أي ما يوجبه، أي ما يجعله لازما واجبا من موجبات الغسل المتقدمة، بطل الوضوء، أي لا يصح أن يمسح على خفيه. هذا معنى قوله بطل الوضوء، أي انتقض حكم المسح على الخفين. فالمسح على الخفين ينتهي بانتهاء وقته، وينتهي بوجود ما يوجب الغسل، ينتهي وينقضي وقت المسح بحصول ما يوجب الغسل. لحديث صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من بول ونوم وغائط، يعني ولكن نمسح من نوم وبول وغائط، يعني سائر النواقض إلا ما يوجب الغسل. هذا ما يتصل به ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. بعد ذلك قال رحمه الله: أو ظهر بعض محل الفرض. هذا ثالث ما ذكره، هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله مما ينتهي به زمن المسح، أن يظهر بعض محل الفرض. وهذا مبني على إيش؟ مبني على اشتراط أن يكون المسح على ما يستر محل الفرض. قال رحمه الله: أو انقضت المدة بطل الوضوء. هذا ثالث ما تنتهي به رخصة المسح. إذن تنتهي رخصة المسح بواحد من هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول انقضاء المدة، حسب ذكره إيش الأمر الأول؟
ما يوجب الغسل، الثاني ظهر بعض محل الفرض، الثالث انقضت المدة، بهذا يبطل الوضوء. وإذا بطل الوضوء فإنه يترتب على ذلك عدم جواز المسح. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. بعد ذلك انتقل إلى ذكر المسح على الجبيرة. نعم. سم؟ حتى لو طهارة على كلام المؤلف. كيف؟ حتى لو طهارة ظهر كلام منقضة المدة بطل الوضوء. بطل الوضوء مطلقا ولو كان طاهر. ولو كان على طهارة. وهذه المسألة هي قول الجمهور. والقول الثاني في ما يتعلق ببطلان الوضوء أنه لا يبطل وضوءه، وبه قال الحسن وابن سيرين أنه إذا انقضت المدة فإنه لا يجوز له المسح لكن لا يبطل الوضوء، وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على بطلان الوضوء، والأصل أن الطهارة باقية محفوظة. نعم. فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. هذا ما يتعلق بالمسح على الجبيرة، جاء به المؤلف رحمه الله على وجه التبع، وإلا فالحكم هنا يتعلق بالمسح على الخفين، والمسح على الجبائر لا يأخذ حكم المسح على الخفين إلا في أنه يمسح عوضا عن الغسل، لكن فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة مسح اضطرار وليس اختيار، المسح على الجبيرة يجب استيعاب الممسوح في المسح دون، بخلاف المسح على الخفين لا يجب الاستيعاب بل يجب على المذهب الأكثر. المسح على الجبيرة لا يشترط له أن يكون ملبوسا على طهارة، بخلاف المسح على الخفين يشترط له أن يكون على طهارة. الفرق الرابع من الفروق أن المسح على الجبيرة لا يتوقت بل هو ممتد ما دامت الضرورة أو الحاجة قائمة، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت. هذه أربعة فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، ثمة فروق أخرى لكن هذه أبرز الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. الجبيرة هي ما يوضع على موضع الكسر من الجبائر، سواء كانت الجبائر من خشب أو كانت الجبائر من لفائف أو كانت الجبائر من عصائب أو نحو ذلك، كل هذا مما يدخل في الجبيرة، فلا يلزم أن يكون ذلك من خشب أو نحو ذلك. الجبيرة يلحق بها ما يكون من العصائب واللفائف التي توضع على الجروح، فما ذكر في الجبائر يلحق به، أو ما ذكر من أحكام الجبيرة يلحق به ما يتصل بالجروح من سواتر تستعمل لمعالجة الجروح وتطبيبها. يقول رحمه الله: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح. فذكر في حكم في جواز المسح على الجبيرة شرطين: الأول أن يضعها على طهارة، والثاني أن لا تتجاوز موضع الحاجة، وبالتالي إذا اختل شيء من هذا لم يجوز له المسح. لكن فيما يتعلق بوضعها على طهارة دليلهم فيه القياس على المسح على الخفين، والحقيقة أن القياس في هذا غير مستقيم، لأجل أن القياس يشترط فيه أن يستوي الأصل والفرع في علة الحكم، وهذا غير موجود،
في الجبائر والخفاف، كما أن الجبيرة، كما أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يصلح القياس إذ لا مدخل القياس في إثبات الأحكام في أبواب العبادات. فلذلك يصح المس على الجبيرة ولو لم تلبس على طهارة، واشتراط لبسها على طهارة لا دليل عليه، والأصل في ذلك التوقيف، وأن لا يبنى الحكم إلا على دليل، ولو كان ثمة دليل لبينته الشريعة. أما قول لم تتجاوز محل الحاجة فهذا لا شك فيه، وذلك أن المسعى الجبيرة هو للحاجة الداعية إليه، والحاجة تقدر بقدرها، فما جاوز الحاجة يجب فيه الغسل، ولذلك لا يجزئ فيه غير الغسل. ثم قال رحمه الله: غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزاء. قول غسل الصحيح بيّن ماذا يجب في العضو الذي فيه جبيرة. العضو الذي فيه جبيرة إن كانت الجبيرة قد استوعبت العضو كله فلا يجب فيه إلا المسح، والمسح لجميعها دون تمييز لأعلاها عن أسفلها، فتمسح جميع الجبيرة. أما ما يتصل بالجبيرة التي تغطي بعض العضو فالواجب في ما ظهر الغسل، وفيما استتر المسح. والأصل في ذلك حديث صاحب الشجة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف لكن هو الأصل الذي يستند إليه في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا هو الأصل، وفيه الجمع بين المسح والغسل، وذلك في الغسل، والوضوء حكمه حكم الغسل. قال: ولا عندكم ولا مسحة، ها؟ طيب، قال: ولا وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، هذا فيما إذا كان لا يتمكن من المسح. فالجبيرة لا تخلو من حالين: إما أن يتمكن من المسح فالواجب الجمع بين المسح والغسل، وإما أن لا يتمكن من المسح فالواجب الغسل، ويتبع ذلك بالتيمم. ومسألة التيمم هل أقصد يتبع يجمع ويجمع إلى مع ذلك التيمم، هل يتقدم التيمم أو يأتي بعد ذلك، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يتيمم ثم يغسل، ومنهم من قال يتيمم في موضع العضو الذي تيمم له، ومنهم من قال إنه يتيمم بعد ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع على القول بالجمع بين الغسل والتيمم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا جمع بين الغسل والتيمم، لأن الواجب واحد منهما، فلا يجمع بين هاتين الطهارتين. وتحرير هذه المسألة لعله أن يكون في الدرس القادم.